تكاد تجزم الصحيفة الإسرائيلية أن عباس اعتمد نهجاً براغماتياً أنتج أجندة نفعية، كل ذلك على حساب القضايا الوطنية ومسائل الهوية. فبعد 3 سنوات من انتخابه نائباً في الكنيسة الإسرائيلية، أقام تحالفاً وثيقاً مع حزب الليكود بزعامة نتنياهو، ثم قاد حزبه إلى حكومة الائتلاف من أجل التغيير الحالية التي أطاحت بنتنياهو.